إنه الاختلاف، إنه التميز. الاختلاف في الزيارة والتميز في المطعم. نقرع الباب، تبدأ الجولة، ندخل، بيبهرنا الموجود ونتعرف فعلاً على معنى الاختلاف. أما الغوص في المضمون فهو في عملية التدقيق في التفصيل. الفنون تصول وتجول، الفكر عطر في الأجواء منتشر. هيدا التميز، هيدا منزل مهندس معماري ومدني وفنان تشكيلي بارع في الإمضاء على النتاج المميز. هيدا منزل ساري الخازن. أهم شيء بفتكر بس الواحد يصمم تصميم أي تصميم معماري مدني هو يجرب ياخد بعين الاعتبار الكونتكست، يعني كل شيء دير من دار الشغلة اللي عم بيعملها الاركيتكت أو الأوربن ديزاينر. الواحد بس يعمل هندسة لبيت انتيريور ديزاين لازم ياخد بعين الاعتبار الناس اللي رح يسكنوا بهالسبيس. هلأ إذا مش انتيريور ديزاين لشقة بس انتيريور ديزاين لمطعم او لمحل، كمان بده ياخد واحد بعين الاعتبار يعني الشغله، يعني اول شيء الكلاينت شو بده وشو نظرته وشو الاشياء اللي بده اياها، وبعدين شو هالمحل رح يكون. دونك بده يظبط الفانكشن تكون ظابطه وكل شيء اللي بيمشي معه. برقي نراقب الموجود في هالمنزل، حالة حضور وكل تفصيل حالة تختزل وجدان وفكر. ما في عبثية ولا بقطعة، لأنه لكل قطعة حكاية إبداع بمجالها. والاختيار صورة عن نمط حياة، عن عشق للثقافة والفنون. ساري الخازن المهندس صمم ونفذ، وصار الخازن الفنان بدقة اختار كل ما نراه في منزله. بحرفية سخر الأحجام المعمارية للأبعاد الداخلية في الهندسة. بفتكر يعني الناس يلي بيجربوا يفرقوا بين الهندسة المعمارية والهندسة الداخلية بيكون في شيء غلط منه كتير منطقي. يعني الواحد بس يعمل هندسة معمارية لازم دايماً ياخد بعين الاعتبار كيف الداخل رح يكون، لأنه الواحد مش بس عم بيعمل سكولبتشر يعني أو عم بيعمل شيء أرتستيك، بس عم يعمل شيء رح ينعاش فيه. فالمنطق الهندسة الداخلية بفتكر كتير معلق بالهندسة المعمارية. هلا الديكار يعني الالوان والذوق والكنبيات والكراسي هيدي شيء تاني. اكيد الهندسه المعماريه بتكون حاسبه حساب لحياه او للايف ستايل، يعني رح يكون لازم يكون في انسجام بيناتهم. ما في فواصل، العين بحريه بتجول، وهل في اروع من الحريه؟ هون بهالمنزل ترتاح تتنفس، لأنه عقد المدروس للعفوية في دور. الاستقبال الفوري بيوصلنا إلى تواصل بين السالون وغرفة الطعام ومطبخ، وبين الأرض والعلوي بالطوابق التواصل بيتم عبر الدرج، وعبر البصر
ولها السبب بترتاح. وإذا سألنا سؤال كتار بيعتبروه بديهي، الجواب طبعاً ما رح يكون تقليدي، والسؤال هو عن الأسلوب أو ستايل في منزل ساري الخازن. هي كلمة ستايل أنا شوي بلاقيها كلمة تريكي، يعني عندها فخ فيها، لأنه أنا ما بصدق بأي شيء اسمه ستايل، يعني خصوصا هلأ نحن بالعالم اللي عم نعيشه. يعني إذا بدنا نقول منسميه إكلاكتيك، إكلاكتيك يعني الواحد بياخد من كل شيء إجا قبل من عدة ستايلز وبيحطهم بشغلة بتعجبه. وما بحب أنا بعتبر إنه الواحد ينقي ستايل وينحبس بهالستايل، بعتبر إنه الواحد لازم ينقي الأشياء اللي بيحبها، ما يفكر إنه لازم يكون تحت أمبريلا تبع ستايل واحد، يعني إنه أنا لازم أكون كلاسيك، أنا لازم أكون كونتمبوري، أنا لازم أكون. فأنا بعتبر هيدا البيت out of style، my style، ساري الخازن style. استقبال صالون سفرة وارتفاع، التعديل اتدخل، لغت مواد اتدخلت، خلت المساحة كلها على بعضها تحكي غير حكي، كلام ما بيوقف بوجهه فواصل، طابقين شكلوا وحدة سكنية، والسكن فيهم كمنزل واحد هو ذروة الحرية. بالقرار كل الجرأة، بالهندسة كل الثورة، وبعد العمل والإصرار حصدت النتيجة كل الإبهار. بس شفت هالبيت أنا قبل ما أخده، يعني أكيد كان البيت كلياً يعني غير شيء، ما يعني ما في حياة تركني. أنا اللي عجبني كتير هو المنظر، وهو العلو تبع الشقة، لأنه دوبلكس، والمنظر يلي عنا إياه من عدة ميلات من الشقة. فكل شيء شفتوه هو كل شيء جديد. أخذت سنة لأنه يعني سرعنا، وأنا كنت ملاحق كل شغلة، بس يعني مبسوط فيه، وفيني أقول أنه يعني الحياة تبع كل يوم بهالبيت مثل ما تخيلتها ومثل ما بحبها. نتابع زيارتنا إلى منزل المهندس ساري الخازن. المدخل بداية، من الخارج سحر الجو بيفرض ظلاله. قلنا المدخل بداية لقواعد بوضوح، تتجدد معالم، بتتسلل بعد فتح الباب إلى الداخل. تواضع الريشي بالفن الراقي بلوحة لفنان إيراني، جزء من البداية بداخل عالم نوصل له، ندخل إلو. بغيب التعليق، مكان الكلمات بتعبر النظرات، إعجاب بكل مكونات المكان، وخاصة لمسات الاستقبال بهالبيت. إذا بنرجع على الفكرة اللي كنت عم بقولها بالأول على الستايل، هو كتير صورة حياتي وصورة اللايف ستايل تبعي. فكيف حطيت الفرنتشر، كيف الكنبيات، الكراسي، يعني في شيء شوية playful مثل اللعب، وبيت كأنه معمول للاستقبال، انه دايما انه اصحابي يكونوا جايين،
يمكن للغدا، يمكن للعشاء، يمكن للدرينك. فشوي معمول في free movement بقلبه، هو open plan يعني كل reception. والواحد يقدر يقعد وين ما كان، على البار أو على الكنبية أو على عودة الصفرة أو على الديسك وراء، يعني ما يكون في شيء formal أو الواحد يحس حاله مجبور يتبع شغلة إنه هيدي هي الكنبية يلي لازم أنت تقعد عليها. في ناس يقعدوا على الأرض، على السجادة، على البوف، ففي هيدي الأمبيانس شوية الديكونتراكتي المريحة الكول. جو كسرنان لبناني نقل معالم شخصية المالك بلوحة إلى جانب عمل فني لكوكتو، والمشهد بكامله بيتضاعف بفضل المرآة اللي ما بتوفر حضور ملون صارخ ولافت لنتاج فني للنحات المعروف عالمياً توم دراج. راحة وأناقة، جلد ولون دافي، تصميم خاص عقد لقياسات، وهيك بتحلى الجلسات بهالسالون. التصميم خاص للمالك المهندس ساري الخازن اللي كان عنده بصمة تاني بين طاولات الوسط ومتوجة بتوب رخامي. بقوة ظلال الضوء بتحضر من أكتر من مصدر، قوتها بخجل طلطها وبكل الزوايا. قرب الواجهة الزجاجية الأسود قاعدي متوج بالزجاج، مزين بالشموع وبالأفكار، تحفي لبيير غطاس.
وأثناء توجهنا إلى غرفة الطعام منرتاح على مقاعد لباتريسيا إيركيولا مع تكيات معروفين بباتس روك كاشن. زيني صمم المالك هي الفاصل بين فضائين للراحة، سالون وغرفة السفرة. الفكرة أوضة السفرة هي أنا لإلي يعني تشالنج كبير، لأنه بلاقي أنه مع بحياتنا اليوم وبحياة أكثر العالم اليوم أوضة السفرة هي أوضة أنجأ تستعمل. يعني إذا منروح على البيوت الكلاسيكية ويلي في المنطق القديم في عندهم هالأوضة يلي عادة بتكون أوضة كتير كبيرة بهالبيت مقفلة، يعني بيفتحوها يمكن مرة بالجمعة نهار الأحد بس يكون في العائلة، أغلب الأوقات بيكلقوا بالمطبخ أو قدام التلفزيون على الكنباية أو بتكون عادة أوضة السفرة للعزايم وللأشياء الكبيرة. فأنا بلاقي أن أوضة السفرة وخصوصا انه اليوم مع يعني الريل استيت الغالي كمان الشقق ما عم تجي كبيره مثل ما كانت قبل، فالواحد تيجي يخسر سبيس ويسميه اوضه صفره ويقفله بلاقي انه كمان حرام يعني. فانا لإلي اوضه الصفره هي بذات الوقت مكتب نقعد نشتغل عليه، كمبيوتر برسم عليه، اوضه الصفره محل بس يكون في عزيمه حاطط كاوتش انا بدل ما حط كراسي من ميله فالناس فيها تقعد عليه كانه قاعدين بالصالون. فاوضه الصفره صارت من الحياه تبع كل يوم تبع كل دقيقه. وانا تقلكم الحقيقه بستعمل اوضه الصفره اكثر بكثير من ما بستعمل الليفينج اريا تبعي، لانه مريحة لذيذة مفتوحة كل شيء، فيها منظر، فيها الفاير بليس حطتها بقوطة الصفرة، ف it's a gathering place يعني محل نجتمع فيه نضحك فيه نحكي فيه نبحث فيه بشتغل فيه، فكل شيء فيه. جديدة ومريحة كتير الفكرة، كنبة للجلوس مع تكيات ستريت ارتست فروم ميامي. قبالهم من الناحية التانية من الطاولة كراسي للمصمم العالمي
فيليب ستارك. للغوص في دقة التصميم منزيح الكراسي تنتعرف على بصمة جديدة للمالك بقواعد الطاولة المعدنية. الشمع هون حدود محور، في القواعد المعدنية حدود لطلة النور، وفي بيت النار المحور دفى للعين والإحساس. للجلسة تابع على البار مع كراسي من الخشب أو المعدن لأهم المصممين العالميين. ولفة صغيرة بتوصلنا لمطبخ. غايب حاضر، حاضر كجزء من أقسام الاستقبال عبر الواجهة الزجاجية، وبعد إنزال الستارة بغيب، بيتفرغ لتحضير أشهى المطلوب تيكون الترحيب دافي ومحبوب. حمام الضيوف حكاية من ضوء ومراية، عصري بتفوق ومختلف بامتياز، وجه إضافي من وجوه الرقي بهالمنزل. خام الدرج من مادة البطون، وللنور فيها حضور لون. من الذروة وبعد جولة نظر بالمختصر من فوق نرى المادة بتنوعها، احتلت مواقعها خام ومعدن وخشب وغيرها. كتير أوقات يعني الناس اللي بيجوا على بيتي بيطلعوا بيقولوا لي واو حلو كتير كذا، بس اف شو في ماتيريالز، حاطط خشب، حاطط بيتون، حاطط رخام، حاطط جرانيت، حاطط ما بعرف كم نوع رخام، بس غريب كلهم راكبين سوا، يعني ما في مشكله، بنحس انه ما في عجقه، الاشياء ظابطه راكبه. ما أنا بحب الماتيريالز كتير، وبحب إنه كل شغلة بالبيت يكون عندها الايدنتيتي تبعها، وبلاقي إنه كل ماتيريال عنده حكاية، غير إنه لون بيكون غير لون ماتيريال تاني، بس حتى التكستشر تبعه، حتى الفيل تبعه، يعني كل ماتيريال بيخبر قصة وبيعبر عن ايموشنز.
الخشب عنده قصته. It's a warm natural material. الماربل بيكون colder material بس بذات الوقت بيعطي شيء كتير قوي وكتير قاسي يعني وشيء stoic and strong. بتحس القوة بالماربل وبالجرانايت. البيتون الواحد بحس في الشغل الهندسي بحس انه البيتون في يعمر فيه يعمل شيبس فيه يعني مثل السكالبتشر ولهيك حبيت انه الدرج يكون بيتون لانه حسيت انه بدي انه يبين انه هو مان ميد انه هل شكل اللي انعمل انه كانه سكالبتشر اجا وخلقه عمل له مولدينج يعني تيخلقه. فجربت حط كل ماتيريال بكل شغله حسيت انه هي فيها ريليشن مع هالماتيريال. واكيد في قصه ذوق كمان بالاخر يعني كل ماتيريال بيحكيني لإلي وبيحكيني شخصيا يعني وبيعطيني الفيلينج والايموشن يلي بتريحني بالحياه يلي انا بدي اياها. بين الطابقين الأرضي والعلوي نقطة هندسية انشغل عليها بقوة، التواصل النظري بين الزوايا والغرف. الحيطان تكسرت، الزجاج حل مكانها، الستائر تتدخل بحركة آلية لتأمين الجو الحميم المطلوب إن كان بغرفة الجلوس أو المنامي. وعقد التواصل بصير في فصل، مهارة تصميم في خطوط بتجسد نمط حياة، قسم منه مختصر بغرس. قوت القعدة جربت يعني الفوكل بوينت تبع قوت القعدة يكون التي في والدي في دي يعني الانترتينمنت، وبذات الوقت يكون سبيس يتسكر على حاله، يكون كوزي وارم يعني الخشب على الأرض، الكاوتش يلي مريح أكتر خلينا نقول للحياة تبع كل يوم. والأكيد الساوند سيستم والسراوند سيستم تبع التي في يعني الفوكل بوينت تبع أوضة القعدة هي الانترتينمنت، هي التي في، هي الموفيز الدي في ديز يعني هيدي الشغلة أكتر من أي محل. ورفضت يكون في تي في بغير محل بالبيت لأنه أنا ضد فكرة أنه مثلاً بس نستقبل عالم انه يكون في عالم عم بيحطوا التي في ولو التي في عم تمشي لحالها. بحب اكثر يكون في انتر اكشن بين العالم. فهيدي كمان شغله فرق بين المين ليفينج اريا وبين الفاميلي ليفينج او الكوزينس تبعيتها. عند خروجنا من غرفة الجلوس، الكرسي للشاز، الإنارة مصدرها لافت، اللوحة للفنان يزان حلواني، تحفة فنية جزء من مجموعة من اللوحات النادرة المعلقة على كل الحيطان وفي متناول حاسة النظر وأبعاد الروح وعشق الفن التشكيلي. شط بيروت كما رآه فنان كوبي، وجوه عيون نظرات ومعالم وإيحاءات مل يحمل توقيع فرانسواز نيالي، إبداعات إفريقية غربية وعربية ولبنانية، عطاءات الريشة في لوحات. وللفن وأبعاده ومكانته في حياة وعطاءات والإبداعات المهنية للمهندس ساري الخازن.
الفرق بين الشغلة يعني الهندسة والرسم هو actually فرق كتير كبير. يعني أكيد الاثنين عندهم باز artistic تنقول، بس واحد بعتبره أنا بياخده مثل الشغل يعني عملي إنه يكون مهندس معماري، والفن لإلي شيء بحبه، يعني شيء بخليني مثلاً بيبسطني، بخليني مثل الوزير لإلي إنه بس بدي ارتاح بس بدي انبسط برسم. بس بدي ارتاح خصوصا لانه رسماتي وبس برسم انا بتكون مثل اكسبريشن من الاشياء اللي عندي اياها بقلبي. يعني بشغلي مثلا بالهندسه في كتير ريستريكشنز، في الكلاينت، في مليون شغله بدي اخذها بعين الاعتبار، قد ايه البادجت تبع المشروع، قد ايه لازم، قد ايه الوقت، العمار كيف عم يتعمر. بالرسم بحس عندي حرية مطلقة، يعني عشوائي انه برسم لإلي، برسم مش تأعجب حدا، برسم مش لأنه حدا طالب مني شغلة، فبرسم بعبر عن نفسيتي، بعبر عن الأحاسيس يلي بكون عم بقطع فيها. أوقات بكون مبسوط برسم، أوقات بكون متضايق وعندي ستريس، وهي أكتر شيء بس برسم بكون متضايق. ف عادة لهيك يمكن رسماتي شوي يعني دارك. نتابع منزل مع المهندس والفنان ساري الخازن. لوحات هوية، خيار ألوانه مرآة لأعماق الشخصية. الأستاذ الجامع المحاضر، المهندس المعماري الناجح والمنظم للطل المدني الأنيقة، يختصر حواسه في مسحات الخط واللون. وجدانه تعكس ريشته في أعمال حملها بفخر إلى العالم معارض عديدة. أول معرض عملته بداون تاون ببيروت، وهذا كان معرض أنا عملته لحالي، فأخذت مثل empty space وعملت الديزاين أنا، وكان حلو كتير لأنه عملناه يعني غير المعارض اللي بتصير عادة. أكيد هيدا كان أول معرض، فالناس تحمست وجو شافوا، وكان في energy مش كتير professional، يعني more تسلية، more introducing، عم بعرف الناس على حالي وعلى شغلي بالفن وبالرسم. المعارض اللي عملتها بعدين كانت معارض يعني أهم لأنه معترف فيها دولياً وعالمياً. عملت بيروت آرت فير، عملت دبي آرت فير، هلأ من كم شهر عملت آرت بازل بميامي يلي هو أكبر معرض بالعالم. بازل بيعملوا واحد بميامي، واحد بنيويورك، واحد ببازل، وهلأ عندي معرض بلوس آرت فير كمان انترناشنال معرض وكتير مهم. فهو هن المعارض، وإن شاء الله الخير لقدام مثل ما بيقولوا. من فضاء اللون إلى بحار الكلمة، بالطابق العلوي مكتبي، رفوف وكراسي للجلوس، كتب، كلمات، أفكار في لغات،
على صفحات، عصارة حضارات، اختبارات لشخصيات دقت أبواب الإنتاج الأدبي والفكري فتركت بصمات، ولساري الخازن بصمته في زوايا خاصة، غرف للتياب، حمامات وخزائن، هي مثال للذوق الرفيع والترتيب والأناقة. كل شيء بالبيت يعني في من الأكثر public space الأكثر private، كل space هو بيعبر عن lifestyle وعن استعماله. أنا مثلاً كنت عم بقول مثلاً كل شيء في public عنده focus هو الاستقبال والكول والرياحة، كل شيء private هو اللي بيعبر عني وعن شخصيتي أكثر، هو الترتيب والديسيبلين والأشياء، يعني بتجي من شخصيتي أنا أنه بحب كل شيء يكون كتير سكوير، خلينا نقول يعني في تناقض، بس قول شيء سكوير وبتشوفه البيت أنه ما في كتير سكويرز فيه، بس كيف بنظم غراضي وحياتي هي بشكل كتير مدروس وكتير بيريح، لأنه أنا بعتبر أنه الأشياء يعني لازم تكون يعني الـ private spaces لازم الواحد يقدر يرتاح أكتر شيء فيهم تقدر يعيش بعدين، خصوصا بلد مثل لبنان وين بس يطلع من بيته الواحد سيارات وفوضى وأشياء فوق وأشياء تحت، بحب هيك بس ارجع فوت على البرايفت سبيسز تبعولي، الاوضه، الدريسنج، انه كل شيء هيك يكون منظم، بيعطيني شيء هيك رياحه بفكري. يعني أبيض سلطان محبب في غرفة النوم الرئيسية، تتحرك الستائر فيختلف المشهد، من حدود القريب نسافر بلحظات إلى المدى البعيد، الأزرق يعانق ارتفاع الجبال، الطبيعي يشكل لوحة في معرض لبناني مميز، بلحظات نعود إلى الجو الدافي حيث الإنارة الداخلية مدروسة. ومن هالغرفة كما من كل الأقسام اللي تعرفنا عليها بمنزل المهندس ساري الخازن، المفضل بين الألوان واضح Shades of Grey. يعني أنا هلأ شايفيني لابس رمادي، مش أنه يسي قابت لابس رمادي اليوم، أنه أغلب تيابي يعني هن Shades of Grey، يعني من الأبيض للأسود مع أغلبيتهم درجات رمادي. هيدي كمان خصوصية بتلاقوها بالبينتينجز تبعولي، هيدا بيجي من فلسفة أنا عندي إياها وتفكيري، يمكن أنه بالحياة
ما في شيء ابيض على الاخر وما في شيء اسود على الاخر، دائما في درجات رماده، وهيدا كمان بيطبق على الحقيقه. يعني كمان ما في شيء مزبوط على الاخر وغلط على الاخر، ما في شيء منيح بالمطلق وسيء بالمطلق، وهيدي كثير بتتقرب عن فلسفه البلاد الفار ايست مثلا بالديانات البوذيزم والهندويزم، وين هن لقلن المنيح بيكون البالانس المنيحه بين الجود اند ايفل تبعوا يعني نحن السيفيلايزيشن تبعولتنا، والمش منيح بيكون الباد يعني combination of our good and evil. من الجمل المفضلة تبعولي هي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني هيدي كمان بذات هيدي النظرية إنه ما في شيء، أوقات بيصير شيء غلط ومنفكره إنه مش منيح، وبعدين بعد كم سنة منشوف إنه هيدي اللي صارت هي اللي زبطت الحياة، ولو ما هاي الانسيدنت صار يعني كنا رحنا. يعني شوي البترفلاي افكت بالكيوس ثيوري كمان. فهيدي نظريتي بالرمادة والشيدز اوف جراي. في الطابق الأرضي غرفة نوم تاني، وهيك بتكتمل معطيات التكوين الهندسي، كل المطلوب لحياة أنيقة ومريحة تشبه الرغبات والأحلام الشخصية. يبدو في هالمنزل إنها بتنمى وبتكبر في ظل الضوء المدروس. المصادر منوعة ومختلفة، كلاسيكية أحياناً في حمامات وغرف منامي، عصرية وبامتياز في زوايا تاني، قطع بلمسة بسيطة بيتغير نورها حسب المزاج. والأهم إنه كل مصدر من مصادر الضوء الكهربائي هي قطعة تحمل توقيع أهم المصممين العالميين، وبتجمع بين المبتكر والغريب. بس فكر بالضوء، فكر باثنين أركيتكتس، لويس خان ولوكوربوزيه، وهن يعني الاثنين بيعتبروا إنه ما في هندسة معمارية تنقول، ما في شيب، ما في شكل إلا بالضوء، إنه الضوء هو بيخلق وبيعطي روح للسبيسز، بيعطي روح للشيبس، هو اللي بيعيش الهندسة. وفي مساحة الضوء الخارجي انخلقت رئة طبيعية شرفي على معالم مدنية من العاصمة اللبنانية بيروت، رئة بتخلي هالمنزل يتنشأ هواء الجلوس المريح والاسترخاء في جلسة بالأخضر مزنرة وبكل ما يلزم مجهزة. الكنبات المصممة عقد القياسات والطاولة الرخامية وما يحيطها هي بنات أفكار المالك. هون كمان في شموع، هون كمان التميز أساس الموضوع، لأنه الأشياء تموضعت في لتخدم الفكرة الأساسية، جزيرة طبيعية تاخد العقل وسط عجقة المدينة وضجيجة، جلسة بيرتاح فيها العصفور اللي إلو مطارحه كما لكل المكملات اللي بتزين وبتلون، وهيك دقة التفصيل تشمل كل المساحات الخارجية والداخلية.
الواحد بس يبرم بالبيت يمكن يلاقيه معجوق، ويمكن يلاقي انه في كتير اكسسوارات وكتير اوبجكتس وكتير اغراض. انا كل شغله عندي اياها هي شغله بتعني لي شيء وبتحكي لي، يعني او جايبها من سفره او جايبها او حدا هداني اياها، او يعني بتعبر عن وقت. انا بس كنت عايش بلوس انجلوس من almost 15 سنة أو أكثر، كان عندي كثير من الأغراض يلي عندي إياه هون اليوم. نقلت من لوس أنجلوس على نيويورك، أخذت كل أغراضي معي على نيويورك، بعدين بس نقلت من نيويورك على أول شقة بالأشرفية كمان رجعت أخذت كل أغراضي. فهو أغراض يعني عاشوا معي، وكل شغلة من الأشياء الموجودة بتخبر قصة مثل ما عم بقول. ويعني أوقات تنكسر شغلة، بتنكسر منفضة، بدل ما كبها بلزقها وبحطها بمحل بتكون هيدي، يعني بتصير منفضة مع قصة بتصير يعني حاملة فيها الحياة يلي عاشتها. هيدا ساري الخازن بعالمه الخاص بمنزله، مزاجه باللون، انرسم زوايا، عشقه للفن واضح بكل قطعة، ذوقه الرفيع كل قطعة تخبر عنه، أحساسه المرهف همسات جمالية في مجموعات وخيارات وأثاث وأكسسوار، كلن اختصار لهوية شخصية متميزة بإبداعاتها المهنية. نحن عنا ساري الخازن أركيتكتس، عم نشتغل في مشاريع بلبنان وعدة مشاريع بالميدل إيست يعني، بأبو ظبي، دبي، أربيل بالكردستان، وبأفريقيا بغانا وبأبوجا بنيجيريا. أغلب هلأ أكثر مشاريعنا يمكن عم نعمل كونسنتريشن عليهم هن بأربيل وبغانا. وأنا جربت يعني بعد المشاكل يلي عم بتصير بلبنان إنه ما يعني عمل فوكس على بلد واحد تا نقدر يعني نكفي نشتغل مع شو ما صار، يعني نضلنا نقدر نشتغل. فهيدي اللي خلتني بعد 2006 خصوصاً قرر إنه نجرب نفتح كمان مكاتب برات لبنان. هلا عم نفتح كمان مكتب بأربيل ومكتب بغانا. النجاح ما له حدود، والطموح قد الابتكار، الابداع ومضى بصير حالي في مجسم بتتلاقى فيه المواد، هيك بيكون الاختلاف، لكن معه ما بتنتهي الاحلام. اوقات بيسالوني انه شو مشروعك المفضل، انت عندك هلا مشاريع ببيروت مثل السكاي بار والوان وناس كثير بيجوا عليهم، وحتى في ناس قالوا انه في اكثر ناس عم بيجوا على لبنان تيروحوا على سكاي بار من ما يطلعوا على قلعة بعلبك. فشو بدك تعمل؟ شو مشروعك اللي بتحب، الحلم تبعك؟ بس دايما تفكر انه انا هلا لو حدا هيك بده يجي يعني مشروعه وانبسط فيه اكثر شيء بيكون يمكن ميوزيوم بلبنان ببيروت خصوصا، وبيكون ميوزيوم يمكن ميوزيوم الحرب، مش بس يمكن ميوزيوم الحرب والعيشة الحرب، بس كمان السنين يلي اجت بعدين يلي بتخبر
قصة لبنان من 75 خلينا نقول لليوم. وأنا يعني خلقت بال 74 فسنة قبل الحرب، يعني عشت كل سنة مع سنة الحرب، ف يمكن شغلة هيدي أثرت كتير علي، ومن الطبيعي إنه تأثر علي يعني. فبيكون هيدا المشروع الدريم بروجكت تبعي، الميوزيوم وور ميوزيوم ان بيروت about the Lebanese war. العالم في معالم من زرع في زوايا هالمنزل، الشخصي بوضوح بطل، ما فيك ما تشوفه وتكتشف انه بيختزل اعماق انسان بمكان بمنزله. والاختزال لا يفي مخزون الايام حقه، ثقافة وتجربة وقدرات معن بتصير الجماليات الهندسية والفنية بصمي، بصمة ساري الخازن. يلي بيشوف مشاريعي وبيشوف وخصوصا البيوت اللي انا عاملها، اللي يكون عم بيشوف الويب سايت او على الكمبيوتر عندي بالمكتب، ينقذك بيقول لي طب انت عامل هالبيت وانت عامل هالبيت وانت، طب ما خصهم ببعض، مش معقول يعني. وين الايدنتيتي تبعك؟ وين روحك بهي؟ ف انا بتضحك لانه انا بلاقي انه التشالنج هو انه الواحد بس يعمل بيت لحدا، هو انه يقدر يحط البيرسوناليتي تبع الشخص تبع يعني الزبون بالبيت اللي عم بيعمله، ومش انا حط البيرسوناليتي تبعي بالبيت اللي بكون عم بعمله لزبون. فاهم شيء لإلي فوق هالبيت وتقوله بالاخر هيدا هو ساري، هيدي البيرسوناليتي تبعه، هيدا هو عرفناه.